طيب خلينا نشوف مراسلنا في جدة عبد الله الراشد، أجرى حوار مع إياد عبد الحي وأسامة القراش الاتحادي وأهلاوي. خلينا نشوف. أنا أعتقد أنها ما حتكون قوية فنيا، ما حتكون منضبطة تكتيكيا، بالعكس أنا أتوقع أنه في حتكون فوضى تكتيكية وخاصة في المناطق الخلفية. الدفاعات يا عبد الله بتعاني، دفاعات الأهلي فيها خلل كبير، دفاعات الاتحاد للأسف الشديد الهدف الاتحاد أصبح يكاد يكون أسهل من عملية تثاؤب. الفريق ككل رتمه جيد ولكن لم يرتقي لدرجة المنافسة على الدوري، هذا بالنسبة للجانب الأهلاوي. أما بالنسبة للجانب الاتحادي أنا أرى أنه الشق حاليا أكبر من الرقعة، فعلا الاتحاد يعاني، الاتحاد ليس هو الاتحاد الذي كان يهزم من بطل اليابان 2-0 في الشوط الأول فيرد عليه بستة في الشوط الثاني. للأسف الاتحاد انتزعت منه روحه، ترهلت عضلات لاعبيه. أنا لا أتحدث عن سن بل أتحدث عن لياقة، أتحدث عن انضباط. الاتحاد يشهد للأسف الشديد منحنى خطير، لأول مرة أنا أشاهد الاتحاد بلا روح بلا أداء داخل الملعب. أضف إلى ذلك الانهزامية، أصبحت لدى اللاعبين الهزيمة شيء عادي طبيعي نورمال. أعضاء الشرف في الحقيقة يا عبد الله أنا لا أراهم ولا أسمع لهم رجزة في الآونة الأخيرة للأسف الشديد. إدارة من داخل ربما هي إدارة صاحبة فكر، صاحبة منهج، صاحبة رؤى، إلا أنها للأسف الشديد اصطدمت بأنه اصطدمت بشح المادة، اصطدمت بقلة الموارد المادية والإمكانيات، فلذلك لم تستطيع أن تبدي الاتحاد كما ينبغي. النقطة التي تثيرني الصراحة واستوقف عندها أنه خاصة على الجانب الاتحادي، وهذه لازم أقولها، أنه مهما كانت نتيجة المباراة فرائحية للجانب الاتحادي فإن مدرج الذهب ما حتخفي امتعاضته الابتسامة مهما كانت النتيجة فرائحية له. ليه؟ لأنه المدرج الاتحادي للأسف الشديد الآن تقدر تقول أنه الفريق الاتحادي طاح من عينه. في تباين في طموحات الفريقين، يعني الأهلي يبحث عن مواصلة مطاردة فرق الصدارة، وهو أعتقد أنه على بعد 3 نقاط من المركز الثاني وعلى بعد 4 نقاط من صاحب المركز الأول، على اعتبار أنه لو قلنا أنه لعب مباراة مؤجلة. الاتحاد عنده دوافع، وأنا ضد الناس اللي قاعدة تقول أنه الاتحاد سيكون فريسة سهلة للنادي الأهلي. الاتحاد يمر بظروف صعبة والمباراة في متناول الأهلاويين، هذا كلام غير صحيح، لأن الاتحاد عنده دوافع أكثر وأقوى من دوافع النادي الأهلي ليفوز بهذه المباراة. الرجوع للمنافسة، الاتحاد لم يخسر، يمكن خسر حتى الآن خسارتين وتعادلين تقريبا 10 نقاط، 10 نقاط ليس فارق كبير، وخصوصا أن احنا لم ننهي الدور الأول. الاتحاد لاعبين وعندهم دوافع بعد أن قذفت الكرة في ملعبهم بإقالة ديمتري، دوافع إثبات الذات إنهم لم يكونوا المسؤولين عن النتائج الأخيرة متردية. التشكيل الإداري الجديد، أعتقد أن الاتحادين عندهم دوافع إن لم تكن مشابهة أو قريبة من دوافع النادي الأهلي فهي دوافع أكبر للفوز بهذه المباراة. احنا متفقين أن الاثنين يعانون في الخطوط الخلفية في الدفاع، متفقين أنه الاثنين عندهم نوع من الاهتزاز في حراسة المرمى، متفقين أنه يمكن وسط النادي الأهلي بوجود كاماتشو أعتقد أنه كعبه أعلى على وسط الاتحاد، وإن كنت أقول أنه المحترف البرازيلي والمحترف البرازيلي لدى الأهلي ولدى الاتحاد يمكن يعملون نوع من الموازنة في خط الوسط. تبقى القضية في الهجوم، أنا أعتقد أنه هجوم الأهلي أفضل وبكثير من هجوم نادي الاتحاد، فالمباراة قريبة جدا من التعادل أنا من وجهة نظري الشخصية. طيب
طب هذه اراء الاعلاميين حول المباراه، طبعا اعلام الاتحاد واعلامي اهلاوي جرهم الزميل عبد الله الراشد. كنت بضيف شيء ابو كابتن محمد؟ نعم بضيف. هالمشاكل موجوده عند الفريق الاتحادي، يعني اعتقد ان هي اللي حتوجد فريق الاتحاد غدا امام الاهلي. ممكن الضغط يولد قوه، قالت المدرب. انا اعتقد انه احد الحلول اللي تدرك الاداره الاتحاديه بايجاد الفريق امام الاهلي بنتيجه ايجابيه، فعلا الأهلون يدركون ذلك تماما. تلعب أمام فريق بطل وفريق يملك عناصر، تملك الخبرة، تملك القيمة الفنية العالية، واللي فعلا عندهم الرغبة في أن يتواجدون ويوجدون أنفسهم من خلال الأهلي. ونادي متمرس، يعني أنا أعتقد أنه متمرس على العودة، فريق بطل وفريق مونديالي، والأهلي لا يستهان فيه. ولكن متى ما كان هناك احترام لفريق الاتحاد أعتقد الأهلي سيحضر ويحضر بمثالية. بس لو تركي سمحت لي أضيف من الأشياء الجميلة الموجودة في ديربي الغربية، وفيه اختلاف كبير جدا ما بين الديربي الوسطى، في إثارة وفي جدل كبير جدا في ديربي الوسطى. هناك في تواجد مثالي جدا بين الاتحاد وبين الأهلي، حتى الحضور الإعلامي تحس أنه حضور مثالي، وحضور أيضا أقل مما نشاهد في منطقة الوسطى. من المفارقات أيضا أنه دائما ما يتواجد الأشقاء من خلال لقاء الفريقين. فهل تنتهي غدا مباراة الاتحاد والأهلي بالتعادل كما وجود الأشقاء بصاص والسويد وهزازي؟ شو متابع خلينا نشوف. نشوف سبورت كليب لأحمد حسن. تحدثنا لمباراة الاتحاد والأهلي غدا.